من ابو ظبي معي المهندس عماد سعد الخبير البيئي والمستشار الاستدامه. مساء الخير، اهلا بك معنا. اذا سنتحدث مناخيا معك بعد كل هذه الادانات. طبعا الصين اعتبرتك انتكاسه عالميه، خيبه امل كبيره اعتبر الامين العام للامم المتحده، رئيس تنفيذي لشركه ابل من ابرز الادانات نتحدث، قال انه تحدث حتى مع ترامب الثلاثاء الماضي لمحاوله اقناعه بالبقاء. عالميا مما يخشى دكتور عماد؟ نعم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. هذا القرار يعني سوف يكون له تداعيات خطيرة على يعني التوافق الدولي حول إيجاد حلول للمخاطر الناتجة عن التغير المناخي. سوف يعيد العالم إلى المربع الأول، وبالتالي سيتجدد الصراع بين الدول والأطراف وصولا من الناحية الاقتصادية يعني من الناحية بسبب الاقتصادية والبيئية والصحية والغذائية، لأنه التغير المناخي آثاره السلبية تطال قطاع الاقتصاد والغذاء يعني والصحة بشكل رئيسي. صحيح، لا أعني أنه بسبب الشق الاقتصادي بعد انسحاب الولايات المتحدة سنعود إلى المربع الأول كما قلت بموضوع نعم. المناخ. نعم نعم، يعني هذا الامر سيؤثر على يعني تراجع المخزون الغذائي وزياده الامراض والاوبئه والاضطرابات، يعني العالم سيدفع ثمن جديد. اليوم نحن وصلنا الى الحد الذي لا رجعه منه، يعني اثار التغير المناخي وصلت الى درجه الى الحد الذي نسميه بيئيا الذي لا رجعه منه. بالتالي ما هو القادم؟ علينا ان نتوافق على التأقلم مع هذه التغيرات. بالتالي علينا أن نلتزم بترشيد الانبعاثات الغازية راغبين قبل أن نكون مرغمين، يعني عندما لا ينفع الندم. لماذا بالولايات المتحدة بالنهاية إذا لم يكن من صالحها هذا الموضوع؟ طبعا انطلاقا من أنه نعرف بأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون بعد الصين أعتقد. كيف ستستفيد وإلى أي درجة نحن أمام يعني اتفاق حتمي كما تقول الولايات المتحدة وفق مصلحة الجميع ببنود تكون عادلة كما قال ترامب للولايات المتحدة؟ لا أدري يعني كيف تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية أو السياسية، لا أدري كيف تقرأ الموضوع، لكن لأنه الموضوع يعني حديث ولا نعرف. صحيح. ما هو المستند القانوني الذي سوف يخرج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقيات، علما أنه الاتفاقية لها بنود ولها يعني أطر إدارية وقانونية تحفظ الحقوق الوطنية للدول حق التصرف في آلية تطبيق هذه الاتفاقية مع الالتزام بتخفيض الانبعاثات الغازية من 40 إلى 70% مع حلول العام 2050. فبالتالي هناك أطر قانونية، لا ندري كيف سوف تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق دون أن يسبب أضرار على بقية دول العالم. لكن ما نعرفه أنه هذا الاتفاق هو كان خشبة الخلاص لدول العالم. نعم. لكي تصل إلى الحد الأدنى من التوافق، يعني اتفاق كيوتو. نعم. لم يحقق النجاح بسبب عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من أبوظبي المهندس عماد سعد الخبير البيئي والمستشار الاستدامة.